وأنتم بألف خير. نهنئ الشعب الإسلامي كافة والشعب الكردي كافة وقناة زاغروز الفضائية المحترمة بحلول عيد الفطر المبارك، جعله الله أعواما وأياما هانئة للشعوب الإسلامية كافة. كل عام أنتم بخير والشعب العراقي العظيم بخير وصحة وسلام يا رب واطمئنان وأمن وأمان. احنا تمناتنا بالعيد الفطر المبارك انه يشمل العفو العام، انه العفو العام يتحقق، هاي امنيتنا، ويرجع كل مظلوم الاهله. ف يعني نتمنى نتامل من الحكومه العراقيه ان تباشر بهذا الموضوع. ان العالم الاسلامي وهن جميع المسلمين بمناسبه عيد الفطر المبارك وتحقيق الأماني بهذه المناسبة، نتمنى أن يقرون العفو العام على المساجين الأبرياء، نريد الأبرياء، وإنما لديهم لطخفة بالدماء لا والله ما نريد يطلعون، بس الأبرياء ريتهم يطلعون. نهنئكم بعيد الفطر المبارك، أي سعيد عليكم وعلى الأمة العربية الإسلامية، وكل عام وأنتم والشعب العراقي بألف ألف خير. والله إحنا مثل ما يقول نتمنى أنه حكومتنا مثل ما يقول تلفت نظرها إلى الناس المحتاجة وإلى عوائل الشهداء، ومثل ما يقول نريدهم بأسرع وقت يمشون معاملات المتضررين والشهداء والجرحى والمصابين، لأن هذا عيد وناس تعبانة وناس ما عندها، ومثل ما يقول نتمنى أنه يساعدون هاي العوائل الفقيرة.